خبرينا شو كيف شو هن المواد اللي بتشتغلي فيها بالاساس لتعملي التياره يا اما الهير اكسسوارز، وبعدين بدك تخبريني عن العروس تعاملك مع أكيد العروس. اكيد بطلت على قروش. لا كيف قدمنا من القروش؟ لا هيدي نقله كانت كبيره، بس بلشت الاسم بتخيل 100% السنتيم صاروا بورجوا وقت نقلنا على الهيد بيس. سو خبرينا كيف بيصير الشغل والمواد للهيد بيس. سو المواد كتير متنوعة، في عندك معدن بيتغطس ذهب، في عندي كريستال يلي هو شارفسكي بيقدر يكون، حتى في برايدز بيكون عندهم مثلا من امهم ستونز، سو بريشس ستونز بيقرروا انه يحطوهم بالهيد بيس تبعهم تيتركوها ذكرى وتتنعطى وتتوارث من جيل لجيل. سو في عندك مجموعه كثير كبيره من القماش للولو للكريستال للي بيخطر ببالك بينحط على الفساتين هو نفسه بينشغل بالهيد بيس. بس كيف طلعتي بفكره الاكسسوار للشعر بالتحديد خاصه للعرايس؟ هلا بالاخر الهير اكسسوارز صرنا فتره عم نعيشها كل الفاشن ديزاينرز الدور الكبير والماركت صغيرة كمان، لهيد بيس هيك بنحس حالنا مثل كأنه ستارز نحن، وللعروس أصلاً شيء مختلف، كيف ليش قررتي للعرايس بالتحديد؟ يعني أنت جاتي درجتي موضة كانت بلشت تموت 100%، بتعرفوا هي الموضة كل كم سنة مثل ما سايكل بتعرف سايكل وبيرجع، سو بالثمانينات سبيسيفيكلي مثل ما كنت عم تقولي بالمقدمة كانوا لطبقة معينة من العالم، جات قلت بس كل عروس بهيدا النهار هي ستار exactly. هي النجمة exactly. مشان هيك قلت ليه ما منبلش باللوك من فوق يلي هو بالشعر، وانتو بتعرفوا كصبايا انه شعرنا كتير بغيرنا حتى انتو اذا الغرة كيف كانت او الشعر او كل شيء. سو للعروس بتخيل انه وقت يكون في هيد بيس بتكمل الفيل يلي هي طلة بتعقد للعروس بيكمل اللوك، سو بيصير كله وكيف تتعاملي اكزاكتلي ليه كيف بيصير تعاملك مع العروس الديزاينر الميك اب ارتست لتحددي شو بيلبق مع الفستان، لانه التوتال لوك كثير مهم للعروس لان هي النجمه اصلا بالاخر. يعني كيف بيصير تعاملك؟ الراجل بيبقى نجمه برضه عطول هو بيكملها يعني هي نجمة حتى الجيلة إذا نجمة عن نجمة غير من النهاردة بدها تكون نجمة كبيرة. أيوة سو ببلش التعامل من العروس لأنه كل شخص is different، يعني إذا هادية أجت لعندي أو لنا أجت لعندي كل وحدة وجهها مختلف شعرها مختلف الطريقة يلي بتحب تلبس شعرها أو تحط الميك اب أو تعمل is very very different. سو منشتغل مع الديزاينر مع الكوافير ومع الميك اب ارتست بنفس الوقت تيكون في عنا تناسق بين مثلا اذا الميك اب ليطلع كله متكامل 100%. اذا الهير دريسر قرر يعمل غره بنستعمل هيد بيس شي، او اذا قرر يرفع الشعر كله لورا هيد بيس شي ثاني، واكيد هيدا الشي كله بالتناسق مع الدريس ديزاينر اللي هو اكتريت اللوك الفستان. مزبوط. إذا الفستان كتير قوي منجرب نخفف شوي بالهيد بيس، إذا الفستان سيمبل منجرب نرفع شوي نزيد اللمعة بالهيد بيس تنرجلي جلو. على فكرة نحن معودين معناتها أهمية كتير للويدينج دريس، بس هي الهيد بيس فيها يا تزبط كل اللوك يا تنزع. هو لك كله أنا بالنسبة لألي كله متكامل، غلطتي غلطة صغيرة شعراتك الهيد بيس الميك اب كله إذا هيدا بيخرب الشيء. بس تعرف أنا بقول لهم أصغر ديتيل هو الهيد بيس وأكتر شيء بيعمل بيأثر لأنه it changes the entire look. طيب ليا آخر سؤال لأنه عم يضيق وقتنا، شو هي القطعة اللي so far عملتيها لعروس وبتحبي بتحسي حالك عم ترجع تردديها بس بطرق مختلفة؟ بتعرفي واحدة من العرايس يلي ما بتخيل حدا بالعالم نساها هي غريس كالي اللي جوزت مع الهيد بيس she was a trendsetter وبعدها. So نحنا we're trying to revisit هالهيد بيس لأنه هيدا كيف بارش مرات بيقرروا يعملوا ريبليكا على موديل yes. قديم ويرجعوا بيشتغلوا عليه أكثر شيء عنده سكسيس هيدا بتروح وبترجع 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 بكذا أشكال وألوان بتخيل رح نضل نعملها لوقت ولادنا بعد بتكمل.